تعاني الطفلة زهراء من ضمور بخلايا الدماغ مما تسبب بضعف نموها، فيما طالب ذووها رئاسة الوزراء ووزير الصحة بإيجاد حل لمعاناة ابنتهم وتبني علاجها ودعمهم، لا سيما بأن العائلة تعاني من ضنك العيش. قعدتها جلطة بالدمق من ما نحصل يعني فلوس علاج وهذا تطلع برا ما تخلي يعني، والعلاج هم من فلوس يكلف والكروة هواية غالية، واحنا قاعدين ايجار وهاي حالتنا تدربينا. اي اناشد الطيبين والخيرين بلكت الله يعني التفتون علينا، اناشد رئيس الوزراء، اناشد الناس الطيبة، يعني ما اقدر بعد اعبر، اناشد مدير صحة ديالي بلكت ينتبه على بنتي يعني يشوفنا، ما ندبر لا حال علاجها لا مصرف لا هاي. وراتب لحد الان ما طالع، الان مقدمت لها صار 4 سنين لحد الان كلش ما طالع. العجز مالها انطوني 80% وكلش ما محصلين. عيني بالنسبه على ام الزهراء، الزهراء بال 21 1/1 يمكن 21 انا قدمت الزهراء على مود العجز مالها، وطلع درجه العجز مالها 80%. وما خليت ما ناشدت اي واحد اروح للرعايه، اروح يمنى يسرى للمحافظه، قالوا يابا روح للرعايه حتى دا يسوي لك كتاب مالها، وناشدت ما خليت، حتى اخر شيء سويت هاي مال المعين قالوا طلعت هم انا سويتها، ولحد هذا اليوم كل شيء ما حصلنا وما خليت، ما لان امكانيه ما عندي، دزون على البرلمان يقولوا روح على البرلماني، رحت على البرلماني على ست ناهد الدايني تقول رفعناها والله كريم، تقول طلعت لوزاره الصحه الوزاره للوزاره، وبعد لحد الان ما رجعنا كل نتيجه. انا اشد رئيس الوزراء، انا اشد رئيس وزير الصحه، ابو الرعايه الاجتماعيه، حتى على مده يضرون على حالتها.